شهر شعبان هو الشهر الثامن من شهور السنة الهجرية، يأتي بعد رجب وقبل رمضان. فضل الله تعالى بعض الأزمنة وميزها على غيرها بالعديد من القصص. من أعظم هذه الأزمنة شهر شعبان. من فضائل شهر شعبان كثر الصيام. رسول محمد صلى الله عليه وسلم رفع الأعمال إلى الله تعالى. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر الصيام فيه، حيث قال: ذاك شهر تغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، وأنا أحب أن يرفع عملي وأنا صائم. يوجد فيه ليلة عظيمة وهي ليلة النصف من شعبان، حيث قال الرسول صلى الله عليه وسلم: يطلع الله إلى خلقه في ليلة النصف من شعبان فيخرج لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن. يا رب في دخول شهر شعبان هب لي نورا يفت أسري أقرب منك. اللهم